وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيديكو اتفاقيات مع 16 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاع الصناعي لتنويع صادراتها إلى أسواق جديدة خاصة الأمريكية. ويأتي ذلك ضمن خدمة تسريع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية الهادفة إلى مساعدة الشركات الصغيرة وصادراتها إلى أسواق جديدة تشمل الأسواق الأمريكية والكندية والأوروبية. وستعمل المؤسسة بموجب الاتفاقيات على مساعدة الشركات على تنفيذ خطط التصدير من خلال تقديم الدعم الفني والتي تشمل عقد ورشات تدريبية في التوصل الفعال وإدارة العلاقة مع المشترين المحتملين. ومن المتوقع أن تحقق الشركات زيادة في صادراتها بنسبة 24% بمقدار 10 ملايين دينار عام 2019 مقارنة بالعام الحالي، وتوفير 335 فرصة عمل جديدة بزيادة نسبتها 13%. الهدف زيادة صادرات هذه الشركات، يتم تأهيل هذه الشركات لزيادة تصديرها إلى السوق الأمريكي من خلال توفير برامج تدريبية، برامج تشبيكية وغيرها من الأمور اللي جتكم بتقوم بتوفيرها. المأمول أنه هاي البرامج تؤدي إلى زيادة صادرات هذه الشركات بمجموعها بمقدار 10 مليون دينار، أن تؤدي بخلق فرص عمل جديدة 13% زيادة، أي 350 فرصة عمل جديدة. هذا برنامج طموح.